تجلب أمطار أبريل زهور شهر مايو إلى الأرض، لكن على المريخ يجلب الربيع العناكب السطحية. تم رصد ميزات موسمية تشبه العنكبوت وهي تنبت من خلال الشقوق الموجودة في سطح المريخ. التقطت المركبة الفضائية مارس إكسبرس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صوراً جديدة لملامح صغيرة داكنة تشبه العناكب التي تنطلق عبره. منطقة المريخ المعروفة باسم مدينة الإنكا بالقرب من القطب الجنوبي للكوكب الأحمر. تظهر هذه الظاهرة عندما يقوم ضوء الشمس الربيعي بتدفئة طبقات ثاني أكسيد الكربون المترسبة خلال شتاء المريخ المظلم. وفي المقابل يتحول جليد ثاني أكسيد الكربون الموجود في الطبقة السفلية إلى غاز، والذي يتراكم ويخترق في النهاية الجليد المغطي الذي يصل سمكه إلى 3.3 قدم متر واحد، وفقاً لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية. يحمل الغاز المنبعث غباراً داكناً من الأرض السفلية إلى الأعلى، مما يجبر الغبار في النهاية على الانفجار منه. طبقات الجليد العلوية مثل الماء من السخان قبل أن يستقر على السطح. يؤدي هذا إلى إنشاء تكوينات عنكبوتية. تعرض مدينة الإنكا في المريخ، والمعروفة رسمياً باسم متاهة أنجوستوس، شبكة خطية هندسية تقريباً من التلال مثل آثار الإنكا على الأرض. إنها جزء من ميزة دائرية يبلغ عرضها حوالي 53 ميلاً 86 كيلومتراً، مما يشير إلى أنها قد تكون حفرة تصادمية ذات تلال تشكلت من الحمم البركانية التي ترتفع عبر قشرة المريخ المكسورة وتتآكل بمرور الوقت. وقال مسؤول وكالة الفضاء الأوروبية في البيان: ما زلنا غير متأكدين بالضبط من كيفية تشكل مدينة الإنكا. من الممكن أن تكون الكثبان الرملية قد تحولت إلى حجر مع مرور الوقت، وربما تتسرب مواد مثل الصهارة أو الرمال من خلال صفائح مكسورة من الصخور المريخية، أو يمكن أن تكون التلال عبارة عن هياكل متعرجة مرتبطة بالأنهار الجليدية. تم التقاط أحدث الصور لمدينة الإنكا بواسطة كاميرا الاستيريو عالية الدقة إتشورسي التابعة لشركة مارس إكسبرس في 27 فبراير 2024 خلال موسم الخريف على المريخ. قامت أداة كاسس، نظام التصوير الملون والأسطح المجسمة الموجودة على متن مركبة إكسومورز تراسكاس أوربيتر التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بتوثيق نفس الميزات الشبيهة بالعنكبوت بالقرب من القطب الجنوبي للمريخ في 4 أكتوبر 2020، وسيكون الاعتدال الربيعي المريخي التالي في 12 نوفمبر 2024.